بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تلخيص رسالة الغفران الجزء الأول الذي سنهتم فيه ببنية رسالة الغفران أو بنية النمط أو المدونة الأدبية عموما، أي بنية الكتاب. لنرى في هذا السياق إشكالية كبرى من حيث تصنيف رسالة الغفران. أهي مقامة؟ أهي رسالة؟ أهي قصة؟ أو مسرحية كما رآها البعض؟ هنا سيكون ردنا على هذه المسائل كالآتي: رسالة الغفران هي حسب اسمها فيها مصطلح رسالة، أي تندرج ضمن نمط الترسل الذي يتطلب مسألة الباث أي المرسل، المتقبل أي المرسل إليه، والرسالة أي الجواب. فرسالة الغفران هي رد، هي ماذا؟ رد وجواب على رسالة أرسلها علي ابن منصور الحلبي المعروف بابن القارح. رسالة الغفران إذن هي رد وجواب على رسالة أرسلها علي ابن منصور الحلبي المعروف بابن القارح. وفي هذا الإطار أو في هذا السياق ينبغي على التلميذ إدراك مسألة الترسل أي فن الترسل عند العربي الذي يكون منبنيا أساسا على الأركان التي ذكرناها سابقا، وهي باث أي إنسان يرسل رسالة إلى شخص معين فالآخر يرد له الرسالة ويرد الجواب. وهذا هو ما حصل في رسالة الغفران. فابن القارح أرسل رسالة يستفسر فيها عن بعض المسائل حول الشعر أو الغفران أو الأدب أو غيرها من المسائل الأخرى. ولما يكلف المعري نفسه جهدا بأن أعاد له ردا وجوابا متمثلا في رسالة الغفران عموما. لكن هنا عندما نتأمل في جواب أبو العلاء المعري، فإننا نجد أن المدونة ككل من حيث البنية أي البناء العام أو الشكل أو النمط نجدها مختلفة، أو نجد فيها إشكالا الذي طرحناه في بداية هذا التلخيص، وهو أين يمكن أن ندرج رسالة الغفران ضمن أي نمط أدبي يمكن أن ندرجها. وهذا للتفكير وللتأكيد يمكن أن يرد سؤالا في البكالوريا أو جزءا من السؤال، أو يمكن أن نناقش به. فرسالة الغفران متشتتة متوزعة على عدة أنماط أدبية. فهنا يجب أن نفرق بين البنية أي شكل الكتاب أو شكل المدونة، وبين البنية القصصية من أركان قص وأنماط قص. فنجد أنفسنا في حيرة كما قلت لا مثيل لها إذا أردنا تصنيف هذه الرسالة أو رسالة الغفران كجنس أدبي معين. فهي في بداية الأمر رسالة أي جواب لشخص معين. وإذا نظرنا في المدونة، وأنصح الجميع بامتلاك المدونة بين أيديهم لأنها تفيد كثيرا في معرفة وإدراك خصائص هذا المحور في البكالوريا، فإننا سنجد أن بنية أو فهرس محتويات الرسالة أو رسالة الغفران سنجدها بنيت كالتالي: رسالة ابن القارح. فالمعري استحضر رسالة ابن القارح بمواضيعها على سبيل المثال: آراء المتنبي، منزلة أبي العلاء، المتنبي في السجن، قتل الألوف في مكة. أي مواضيع رسالة ابن القارح مختلفة ومتنوعة
تنوعت مواضيعها بين سياسة، أدب، وشعر، وغيرها من الأشياء. ثم مباشرة بعد قسم رسالة ابن القرح أو استحضار هذه الرسالة، جاءت رسالة الغفران، أي رسالة المعري، التي كانت ردا وجوابا على ما سبقتها من الرسالة الأخرى. فانقسمت رسالة الغفران إلى أقسام. قسم أول هو تمهيد، أو ما سنسميه بالديباجة. وعليكم أن تفهموا ما معنى ديباجة، فالديباجة هي المقدمة أو كالتمهيد. ثم نجد الرحلة أو قسم الرحلة كما يسميه كثير من أساتذتنا وكثير من الزملاء. قسم الرحلة هو القسم الذي كانت فيه قصة متكاملة الأركان، دارت أحداثها في زمان ومكان من قبل شخصيات متنوعة، مما أنتج قصة لها غايات ولها أهداف، سواء نقدية، سواء من أجل السخرية، سواء من أجل الإضحاك أو الترفيه وغيرها من المسائل. طبعا دارت أقسام الرحلة أو دار قسم الرحلة على عدة مراحل، منها مرحلة المحشر، ثم الجنة، فأقصى الجنة، فقسم النار، فالعودة إلى الجنان مرة أخرى، ونهاية قسم الرحلة. ثم يأتي قسم آخر من أقسام رسالة المعري، ليكون رد مباشر على رسالة ابن القرح. عموما نجد أن رسالة الغفران بنيت بناء البناء التالي. هذا البناء ستجدونه إن شاء الله في وثيقة أسفل هذا الفيديو، وثيقة PDF، سأضعها PDF في أسفل التلخيص لكي تفهموا بنية هذه الرسالة، بنية رسالة الغفران. سنجد رسالة ابن القارح، ثم رد المعري. هذا الرد انقسم إلى رسالة الغفران التي فيها ديباجة، فقسم مطول مطنب يمكن أن نصفه بما يسمى باستطراد، قصة اخترعها المعري، ثم يختم هذه الرسالة برد مباشر على ابن القارح. إذن هذه رسالة الغفران إذن هي رسالة أدبية تندرج ضمن قسم أو نمط الترسل عند العرب، الذي يتطلب رسالة فجواب. واضح هذه المسألة الأولى. إذن هناك من رأى أن رسالة الغفران هي مقامة، من رأى أن رسالة الغفران هي مقامة، وهناك من رأى أن رسالة الغفران هي قصة متكاملة الأركان والأجزاء كما ذكرت، وهناك من رأى أن رسالة الغفران هي ملحمة، وهناك من رأى أن رسالة الغفران هي مسرحية. وهنا سأفصل قليلا لماذا رأى كثيرون أنها رسالة الغفران، وبالتحديد بالنظر إلى قسم الرحلة أنها قصة. وذهب إلى ذلك طه حسين، فقال أن هذه الرسالة هي أول قصة خيالية عند العرب. ماذا قال طه حسين؟ قال هذه الرسالة هي أول قصة خيالية عند العرب. ويمكن أن نستشهد بهذا الشاهد بالطبع في مواضيعنا في البكالوريا، لأنه سيفيدنا إفادة كبرى في الأعداد بالتأكيد. وإلى ذلك أيضا ذهبت دائرة المعارف الإسلامية التي أكدت أن رسالة الغفران هي قصة جريئة خلط فيها الجد بالهزل. وأيضا ذهب إلى اعتبار أن رسالة الغفران قصة الأستاذ عبد القادر المغربي، الذي اعتبر أن هذه الرسالة، أن رسالة الغفران قصة، لأنها كما قلت أنا سابقا دارت أحداثها في مكان وزمان من طرف شخصيات متعددة ومتنوعة. أما من رأى أن رسالة الغفران هي مقامة، فإننا
سنشير إلى هذه المسألة، وقد قال بذلك بعض النقاد فاعتبروها مقامة. وأنتم تعرفون ما معنى مقامة التي درستموها في السنة الثالثة ثانوي. على سبيل المثال، أنتم درستم مقامات الهمذاني، ولدينا عديد والعديد من الكتاب المقامات الأخرى، مثال مقامات الحريري، مقامات الزمخشري، مقامات السرقسطي، وغيرها من المقامات الأخرى. وأنتم تعرفون أيضا بنية المقامة التي فيها سند ومتن وقصة، يعني تدور أحداثها فيها طرافة هزل، ظاهرها هزل وباطنها نقد. ذلك هو ما رآه كثير من النقاد في رسالة الغفران، وعلى رأسهم البستاني، حيث رأى أن رسالة الغفران هي نتاج تأثر أبي العلاء المعري في صياغتها ب المقامات، وتحديدا مقامات بديع الزمان الهمذاني. هناك أيضا من رأى أن رسالة الغفران ملحمة، وقد ذهب إلى ذلك من البستاني الذي ترجم مقدمة لإيلاذا هوميريوس، فقال وهذا فإن مولدين نوعا من الملاحم خاص بهم، وهو المقامات المسجعة لما يتخللها من الشعر كمقامات الهمذاني والحريري. وإن من أحسن ملاحم المولدين ملحمة نثرية جمع فيها صاحبها شتيت المعاني وأوغل في التصوير حتى سبق دانتي ومولتن إلى بعض تخيلاتها، ألا وهي رسالة الغفران لأبي العلاء المعري. إذن فهذا المستشرق رأى بأن رسالة الغفران هي ملحمة، وهي إبداع من إبداعات المولدين أي المجددين في المعاني وفي الأجناس الأدبية. فرأى أن أبا العلاء المعري قد أبدع إبداعا جديدا مولدا في رسالته، فجعلها ملحمة أي قصة فيها تشويق وحرب وإغال في التصوير وغيرها من المسائل الأخرى. أما من رأى أن رسالة الغفران مسرحية فهو شرف الدين خليل شرف الدين، الذي أكد أن رسالة الغفران ذات خصائص فنية عدة، أهمها النفس المسرحي التمثيلي، فإننا نحن إزاء وكأننا إزاء مسرحية تدور أحداثها في رقح متنوع متعددا، تارة في جنة، تارة في نار، تارة في محشر، وغيرها من المسائل. ونحن هنا نتحدث بالتحديد عن قسم الرحلة، وهو الذي يسمى القسم المستطرد، وهو أكبر قسم في الرسالة بأكملها. ثم تندرج رسالة الغفران ضمن المسرح أيضا من خلال ظاهرة الخيال الواسع، حيث أن أبي العلاء المعري قد أبدع في مسألة الخيال وفي تصور العالم الآخر، حيث أخذ بطله ابن القارح من واقع دنيوي إلى عالم أخروي فيه خيال رهيب. استند في ذلك طبعا على عدة مسائل وعلى عدة مصادر، منها القرآن، السنة، الأحاديث، وغيرها من الخرافات والروايات والمسائل الأخرى التي جمعها أبو العلاء المعري، ثم قام بتصوير الجنة وتخيلها بخيال خصب ومرهف بل وممتع ومشوق. وهكذا أختم هذا القسم الأول بالتأكيد لأقول بأن رسالة الغفران هي إما أن تكون رسالة أي ضمن نمط الترسل، وإما أن تكون مسرحية، وإما أن تكون مقامة، وإما أن تكون قصة أو ملحمة. وفي هذا أشير أيها التلاميذ الأعزاء إلى أن رسالة الغفران هي كما يمكن أن أقول مادة زئبقية،
مادة ماذا؟ زئبقية، أي تتشكل مع كل نمط يمكن إدراجها في ذلك النمط الأدبي. فإن أردنا جعلها رسالة نقول هي رسالة، وإن أردنا جعلها مقامة نقول هي مقامة، وإن أردنا أن نجعلها قصة نقول هي قصة، وإن أردنا أن نجعلها مسرحية نقول هي مسرحية، وذلك لأنها سهلة التشكل وسهلة التمكن من كل نمط. وهذا طبعا يعود إلى الإبداع الذي توصل إليه أبو العلاء المعري في هذه المدونة. وأختم بالإشارة إلى الانتباه في مواضيع البكالوريا وفي الامتحانات، حيث أن الأساتذة كثير من المواضيع تأتي بجزء، مثلا يقول لك لقد رأى بعض النقاد أن رسالة الغفران رسالة، فأنت ماذا ستقول في هذا السياق؟ تقول نعم رسالة الغفران هي رسالة، وذلك راجع إلى مسألة رسالة ابن القارح والرد والمواضيع التي تطرق إليها ابن القارح والتي تطرق إليها أبو العلاء المعري. ثم نشير إلى فن الترسل الذي يتطلب باثا ومتقبلا ورسالة، وكل هذه الشروط توفرت في رسالة الغفران. ولكن يجب أن نناقش هذه القولة، لأنه لا يمكن أن نقول بأن رسالة الغفران تندرج ضمن قسم الترسل أو نمط الترسل فقط، وإنما يجب أن نشير أيضا في عنصر نقاش إلى أن رسالة الغفران أيضا هي قصة، حيث أنها قلت دارت أحداثها في مكان وزمان من طرف شخصيات متعددة ومتنوعة. ويمكن أن نتحدث عن شخصيات قسم الرحلة، عن الأمكنة، تعدد الأمكنة، تنوعها، عن الأزمنة أيضا، وأيضا أن نتحدث عن أنماط القصة. فالبنية القصصية عموما في القصة تندرج أو تنبني على ثنائية أنماط القص وأركان القص. أما أنماط القص فهو السرد، الوصف والحوار، وهذا متوفر بكثرة في قسم الرحلة من رسالة الغفران. ثم نجد أركان القص وهي الشخصيات، الأحداث، والزمان والمكان، وأيضا هذه الجزئيات متوفرة بكثرة في قسم الرحلة، حيث تنوعت وتعددت وأدت وظائف مختلفة. كما يمكن أن نقول أنها أيضا هي مقامة، ونشير إلى ما ذكرناه سابقا في التلخيص. ثم هي مسرحية أيضا، سنشير إلى ذلك. وهكذا يجب أن يكون الموضوع متوازن، فيه تحليل وفيه نقاش وفيه تأليف، والتأليف سيكون كالتالي، أي أننا في التحليل قلنا أنها رسالة، وفي النقاش قلنا أنها قصة، في التأليف نقول أن رسالة الغفران هي كتابة أو مدونة زئبقية يمكن أن تندرج ضمن أي نمط أدبي من أنماط اللغة من أنماط الأدب العربي، لأنها إبداع خالص من كاتبي الرسالة وهو أبو العلاء المعري. وبذلك نتمكن من التأليف و أي الجمع بين التحليل والنقاش. هكذا أختم هذا الجزء الأول من تلخيص رسالة الغفران. أتمنى إن كانت لكم إشكاليات في فهم هذه الرسالة أن تكتبوا تعليقا في أسفل الفيديو لأتمكن من معالجة المسألة التي أنتم لم تدركوا فحواها أو معناها. هكذا أتمنى لكم النجاح والتوفيق، وأشير أيضا إشارة إلى أن البكالوريا ليست صعبة، فقط العمل، فقط العمل. بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.